اولا هو احنا اشتغلنا على الدوره دي، بقول انا من السنه اللي فاتت من قبل الدوره السادسه، لانه ده كان الفيجن بتاعت الدوره السادسه، ولما تم التاجيل مرتين وصغرنا الفعاليات فما قدرناش نطلع اللي كنا مرتبين له يعني، فبقى لنا سنتين، فده كان تعب كبير ومجهود كبير وتكلفه كتير قوي. ما بتشوف ان احنا السنه دي حققنا اعلى ارقام حضور ندوات وافلام، دي حاجه مرضيه جدا. طبعا في ديسابوينتمنتس بتحصل، ان احنا كنا مخططين بقى ناس حضور كبير لضيوف اجانب ممثلين وناس يعني معروفه كبار قوي في الصناعه، في كتير جم، بس في ناس مهمه كتير ما قدرتش تيجي لان هم مثلا خايفين من الظروف اللي حوالينا، بس هو ده النجاح ما بيجيش بسهوله يعني.